هنروح مع حضراتكم لمحافظة الغربية، بيتم تنظيم بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، ده بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج وبمشاركة حوالي 20 محافظة، وده بالتزامن مع احتفالات الغربية بعيدها القومي. المسابقة يا شاذ دي بيشارك فيها أكتر من 300 لاعب من جميع المراحل العمرية والدراسية، وبتستهدف تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار عند الطلاب. بمشاركة 20 محافظة على مستوى الجمهورية، انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس التي تقام بمحافظة الغربية بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، والتي تتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 7 أكتوبر من كل عام. وعلى موسيقى السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية انطلقت المسابقة، وتم عرض فيلم حياة كريمة ثم عرض احلم معنا، ويشارك في البطولة 343 لاعباً، منهم 163 من المرحلة الابتدائية و108 من المرحلة الإعدادية و72 من المرحلة الثانوية من 20 محافظة على مستوى الجمهورية. ولاقت البطولة اهتماماً كبيراً في المشاركة، خاصة أن الشطرنج يعد من أهم الأنشطة الرياضية التي تنمي مهارات التفكير والتخطيط والإبداع والابتكار لدى الطلاب، خاصة الأطفال في السن الصغيرة، حيث يشارك في البطولة أطفال من فئات عمرية مختلفة، وتساعد البطولة على تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين الشباب.